يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حياتي مع طارق السعود. النهارده زي ما عودناكم في عندنا فقرتين في البرنامج. الفقره الاولى هتكون فقره اجتماعيه وموضوعنا مهم جدا النهارده. الفقره الثانيه هتكون فقره الابراج، وهنستنى كل اتصالاتكم واستفساراتكم اكيد طبعا. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا 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 جدا، وموضوع حساس جدا ويمس المشاعر. الموضوع هو عن العنف ضد المراه. وخلوني قبل ما ارحب بالضيفه اللي معايا النهارده المميزه جدا، خلوني احكي حكايه بسيطه انا سمعتها مره او شفتها الصراحه وتاثرت فيها كتير. كان في بنت اسمها امل، البنت دي اتربت في بيت شويه يعني متزمت في التربيه واستخدام العنف اللفظي والجسدي ضد البنت دي من قبل الأب. ما تخرجيش هنا، ما تلبسيش كده، ما تطلعيش كده، ما تكلميش كده. المهم البنت كبرت مع السنين وحبت تدخل كلية أحلامها. اتفاجئنا بالأخ بيمنعها من إكمال الدراسة. اتطورت الحالة النفسية عندها وقتلت أخوها. حقيقة يعني القصة دي مؤثرة جدا، وأنا عادة ما بحبش أبتدي الصباح وبرامج الصباحية بقصص مؤثرة، لكن هي قصة تمس الواقع كتير وتمسنا كتير. على العموم، هل العنف يولد العنف؟ ليه العنف ضد المرأة يعني موجود في المجتمعات الشرقية أكثر من المجتمعات الغربية؟ عندنا أسئلة كتير، بس قبل ما نجاوب على الأسئلة دي أحب أرحب بالضيفة اللي معايا النهاردة، الإعلامية والصحفية الأستاذة نسيم الدياني، وهي باحثة ومتخصصة في شؤون المرأة. يسعد صباحك يا نسيم. صباح الخير طارق. صباح الخير، كيفك؟ صباح الخير يا مصر. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. أستاذتي العزيزة، النهاردة إحنا يعني في قضية جدا مهمة يعني في المجتمعات العربية خصوصا، وتمس تقريبا حوالي 60-70% من النساء والسيدات في المجتمع، هي قضية العنف اتجاه المرأة. يعني بداية وبرأيك، إيه هي أسباب ما هي أنواع العنف؟ أولا أنواع العنف، العنف طبعا نحن كمجتمعات نسمع عنف نفتكر انه رجل يضرب امراه. تمام. طبعا العنف ضد المراه هو يعني ما عندنا عده انواع، ما عندنا العنف اللي هو الجسدي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي. بعد كده ممكن نتحدث انه بالنهايه انا بالنسبه لي او بالنسبه للي فاهمين في موضوع العنف ضد المراه، العنف النفسي هو كله. موضوع الجسدي اللي هو معك الاغتصاب ومعك اللي هو الضرب كمان. تمام. اللي هو الجنسي خلينا نقول. فهو يعتبر من العنف الجسدي برضه. العنف بكله يؤدي الى عنف نفسي بعدين. تمام. اللي مثل الحكايه اللي انت حكيتها، هي صار عندها ضغط نفسي. تمام. تحول الى اكتئاب. اصيبت باحباط، تحول الى اكتئاب ما حدش انتبه، والاكتئاب يمر بمراحل. يعني مش عارفة أهلها كانوا فين لما مرت المراحل هذه، على بال ما توصلت لفكرة قتل أخوها. تمام. تمام. طيب يعني هذه أنواع العنف الاقتصادي. أنا مريضة اليوم معلش. اللفظ معلش، ألف سلامة عليك ومنورانا في الاستوديو أكيد. حبيبي. العنف الاقتصادي والعنف اللفظي والعنف الجسدي وأنواعه ده، الأسباب اللي قلتيها يعني هو الاكتئاب بيدفع للعنف، هل في أسباب تانية للعنف تخلي الراجل في مجتمعاتنا بيكون عنيف مع الست؟ اوكي. العنف ضد المراه اللي يمارس في مجتمعاتنا هو مش من الرجل فقط. اوكي. لانه الدراسات التي تتواجد كما انت حكيت اعتقد قبل شوي كنت تقول الغرب والشرق والى اخره. تمام. في الغرب ممكن غالبيه العنف هو يحدث من قبل ذكور. تمام. رغم انها لو الاحصائيات عندنا احنا غير دقيقه. يعني في الغرب من قبل الذكور. أيوة. اكثر من قبل الذكور اكثر، ودائما من المقربين. ومن المقربين. أيوة. نعم. 70% هم من الازواج. تمام. هذه اخر دراسات عملتها في السيداو، صادره كانت الاحصائيات الاخيره. 70% معك، 30 او 35% تاتي من الجيران والعمل والى اخره، 10% من الشارع. تمام. تمام. طبعا من ضمن العنف ضد المراه طبعا التحرش. نسيت اقول لك على موضوع التحرش، لانه في عندنا خلط احنا برضه بين التحرش والمعاكسه. التحرش والمعاكسه. تمام. المعاكسه شيء والتحرش شيء ثاني. لانه كان اتذكر كانت في حمله كنا بعض اصدقاء واعلاميين كانوا يتحدثوا ان الستات بتحب تتعاكس بالطريقه المصريه. طيب المعاكسه شيء، لانه في حقوقيات مش عارفين يعبروا عن التحرش. تمام. والتحرش شيء ثاني.
تمام تمام يعني اوكي انت ترمي مثل ما كانوا بيعملوها زمان، او تعبر عن تقول واحدة انها حلوه او شيء، كلمه هي المعاكسه الطبيعيه. تمام. لكن لما تبدا تتبعها على البيت او تلمسها او هنا تبدا هذا تحرش. التحرش هو الاذى، وده يبدا لما تبدا تاذيها نفسيا او يصير مد يد او بتمد ايدك عليها او الكلام. تمام. هذا وده يكون نوع من انواع العنف طبعا. هي العنف ضد المراه هي من بالذات نحن، لانه هي الاحصائيات الوحيده المتواجده بطريقه كلير يمكن اوضح، ويقولوا انه مصر يعني رقم واحد، يعني في معنا 10 دول عربيه في العنف ضد المرأة، تتصدرها مصر، وبعدين معنا أعتقد العراق والسعودية، الثلاثة يتصدروا الثلاثة الأوائل يعني. تمام. أعتقد عشان في إحصائيات كانت لأشياء معينة، حتى مش ما أعتقدش أنها دقيقة، لأنك ما تنساش أنه غالبية العنف ضد المرأة يحدث من البيت. من البيت. من البيت. هل المقربين دائما. هدخل على النقطة دي مباشرة، من البيت، يعني هل أن ممكن تكون المرأة هي سبب من أسباب عنف الرجل تجاهها؟ يعني ممكن هي تدفع الرجل انه هو يكون عنيف معاها؟ على حسب يعني بطريقه تعاملها معاه في البيت، مثلا بتستفزه، بتعمل اشياء هو مش عاجباه، مثلا بتعصبه، بتنرفزه، ممكن، ولا ده بيدي مبرر للعنف؟ اوكي، هو لا، احنا ممكن نفهم اسباب. تمام. في نحن بالنهايه نحن بشر، في ناس تستفز وناس ما تستفز الى اخره. بكل الاحوال العنف لا يبرر، بكل نقطة كنا بنتحدث عليها أعتقد قبل خلف الكواليس، كنت وقفت لك عن نقطة أنه العنف لا يبرر بكل الأحوال. إحنا نريد نفهم أسباب والنتائج والحل، لكن هو ليس تبرير. إحنا لما نشرح السبب اللي توصلنا إلى هذا العنف، هنا إحنا لا نبرر لأي شخص يستخدم العنف، كان أب أو أخ أو زوج أو إلى آخره. تمام تمام. فهل ممكن تكون المرأة سبب من أسباب العنف الزوجي في العلاقات الزوجية؟ المرأة تمارس العنف ضد المرأة، لأنه بالنهاية المرأة يعني أنت هقول لك كيف، لأنه نحن كمجتمع المرأة مع المرأة موضوع كبير النهاردة. لا لا لا، إحنا كمجتمعات، لأن إحنا مجتمع صار العنف. نحن نتكلم على فكرة، أتذكر في حالة كانت جاءت وراسها مكسور ومش عارفة إيش، بتتصل بأهلها ولا وعادي ومش عارف إيه، وكلنا انضربنا وكلنا والكلام هذا. يعني موضوع إنه شفتها صار كأنها ثقافة، صارت كأنها تدخل ضمن العادات والتقاليد. ما يعني الشيء مش عارف، مش حتى يعني تعالي وبعدين حنرتب، تهدئي نفسيا. الشخص يتأذى، اذا كان الطفل يتأذى نفسيا اذا تعرض لكلمة بسيطة في المدرسة والى اخره. على فكرة في موضوع العنف ضد المرأة، غالبية العنف يبدأ عندنا، لما قلت لك مرأة ضد المرأة، ما قصدتش مرأة ضد مرأة، انا قصدت انه الامهات اصلا. هو موضوع، هي سلطة، احنا معنا سلطه، السلطه الاجتماعيه او السلطه اللي في البيت. تمام. فكل واحد الاب يعنف الام، الام تعنف الاولاد او كده، الاولاد ما يقدروش على امهم، يروحوا على اخواتهم، فنحن كده تسلسل. تمام. شفت كيف؟ يعني متوارث العنف، بيتوارث او بينتقل. لو أيوة. كانت العائله هي اصلا معتمده على العنف كوسيله للتربيه، حينتقل. ايوه، نحن كمجتمعات اصلا قمعيه، خلينا نقول. احنا ما نتحدثش عن الحكومات، نتحدث في البيوت الصغيره. تمام. احنا المجتمعات، احنا الساس تبعنا اصلا قمعي، سلطوي وديكتاتور. ما نسميه نحن احترام ومش عارف، هو مش احترام. في فرق بين الاحترام وبين الادبيات وبين الحقوق وبين الديكتاتوريه نفسها. احنا نتفاخر بطريقه انه احنا ديكتاتوريين. نحن نتفاخر بالعنف. لاحظ كلنا يعني ستات ورجاله. نحن مثلا انت، انا عارفه انك انت عراقي وانك حضرميه، ممكن تلاقي حد يقول لك وانا ذيب. تمام. الذيب لا شيء انت تتفاخر فيه، احنا نتفاخر بالعنف. تمام. معايا اتصال من ام محمود من القاهره. صباح الخير يا فندم. الو الو، ام محمود معنا، تفضلي. صباح الخير يا فندم. يبدو انه في مشكله في الاتصال، حاول تصلي بنا ثاني. طب احنا رجينا على موضوع الدكتاتوريه اللي هي موجوده في البيت وفي الاسره. يعني طيب، احنا اتكلمنا عن الستات ان هم ممكن يكونوا عنيفين ضد الستات. هل في انواع للرجال العنيفين؟ انت ليش ما تقوليش امتى يبدا العنف ضد الستات؟ تمام، حنيجي على النقطه دي، بس انواع الرجال اللي هم العنيفين، هل في انواع معينه ولا هم هو نوع واحد؟
اعتقد نحن ما نتحدثش عن الحالات الشاذه طبعا، مثل الاحصائيات المتواجده في الغرب كان نقول في، انا مش ما عنديش كثير معلومات عن امريكا، ممكن عن اوروبا. تمام. الانواع الرجال هم دائما يدخلوا ضمن ان الرجال كانوا عنده يعانوا من اضطهاد او مشاكل نفسيه من الباك جراوند نفسها بتاعت اسم الهيستوري بتاع البيت اللي تربى الخلفيه فيه. العائليه والثقافيه في البيت. تمام. الهيستوري بتاعه ان هو اصلا جاي من عائله مش عارفه مدمنين او مشاكل او الى اخره. كانت ايش السؤال؟ نحن الهيستوري تبعنا احنا مختلف. نحن عندنا كما قلنا في الاول احنا صارت كانها ثقافه وصار الموضوع مستسهل. احنا عندنا الضرب شيء سهل مش عيب، يعني ما احنا بنشوف في برلمانيين يتضاربوا يعني في البرلمان. تمام. احنا ثقافتنا ما عندناش ثقافه الحوار. تمام. بصوره عامه يعني. بصوره عامه يعني انا ممكن اتكلم مع اخي ونشد، بس في محل معين هو يحس او انا احس، يشوف الدنيا اخي او زوجي. انا ما الحمد لله ما مصرت ليش الاكسبيرينس هذه، لاني بعرف وكان دائما اختي تقول انتو انا الكبيره والى اخره. يعني في نقطه معينه انا بحس انه لا، هنا في خط لازم ارجع شوي، انه خلينا نحولها حوار. تمام. انا مش هينفع تحاور في لحظتها وانت معصب. تمام. ولا هو نفس الشيء لما يحس ان انا معصبه ممكن يطلع، ممكن يطلع من البيت. صح. يسيبك وانت تتكلم. هو نفسه حياخذ هوا. هاي الثقافه اعتقد موجوده عندنا في وطننا، بس اعتقد مش لان مش ظاهر على السطح لاننا قليلين. خلينا نقول الصدق. تمام. عندي ام محمود كانت حاولت اتصال مره ثانيه. ام محمود صباح الخير، تفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا ام محمود. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا ستي. لو سمحت، انا ابني متوفي وحلمت ان هو جاني، يعني بعت لي وقت جايبه لي مصحف وجايبه لي صورتين بنات. تمام. الو. الصوت مش عندي واضح الصراحه. مرسي لاتصالك، مرسي لاتصالك عزيزتي، مرسي، مرسي، شكرا لاتصالك. تمام. طيب، نرجع على السؤال اللي أنت حبيتي أنا أسأله لك، اللي هو متى تبدأ المرأة أن تكون عنيفة ضد المرأة؟ لا، هما من هم النساء اللي يعنفوا؟ أو من هم النساء؟ تمام. أيوة، الدراسات اللي متواجدة في الخارج، وأعتقد أن لو حصلت عندنا، بما أنه إحنا مجتمع كمان فينا اللي بنحب نخبي كل شيء. احنا بنخبي. ثقافة الاختفاء. أيوة، عشان كده حتى عشان كده مش قادرين نوجد احصائيات واضحة للعنف عنا، لانه مش نحن بدل يعني الضحية هي اللي بتخجل تروح تقول ان انا ضحية، ضحية عنف اسري او ضحية عنف مش عارفة تحرش او من جاري او من في المدرسة. طبعا الطالبات يعانوا كثير برضه من الموضوع هذا. فنحن ايوه كنت بتحدث عن البنات اللي يبدا العنف في الاسره في السن ال 12، لما تبدا البنت في سن البلوغ. تمام. يبدا عنف هنا. الهويه، ازمه الهويه بتبتدي. ازمه الهويه هل هي عند الام؟ تمام. تمام. كمان هو كمان الارتباك يحصل في الشخص البشر، يعني كان ولد او بنت. صح. في الفترة هذه في تغييرات هرمونية في إلى آخره. الناس بتشوف جسدك بس مش بتعرف إنه أنت عندك تعاني لسه في مشاكل، لسه ما تكونتش أصلا تمام كامل. فهنا تبدأ الموضوع. العم كمان الأم تشعر بالضغط إنه فجأة البنت اللي، يعني أنا عندي بنتين برضه في سن مراهقة. الله يحفظهم يا رب. في أمهات بس تحس البنت بطولها فبدأت تبدأ تشعر إنه راح تفقد السيطرة. هي تعتقد كذلك فقط لأنها تنظر لجسد نفسيا بحكم كمان الجهل. تمام. الجهل هنا لا أتحدث عن أنها امرأة غير متعلمة. في نساء متعلمات كثير وهم جاهلات في هذا الكلام أيضا. نحن النساء عندنا ما فيش جهلات في أي نقطة بالذات، يعني في موضوع في موضوع التربية البنت نفسه لما تبلغ أو تمام. التربية تكوين المراهق. نحن المراهقة لحد الآن كمجتمعات لا نعترف بالمراهقة. نحن المراهقة نتعامل معها كأنها شتيمة. لاحظ انت كمان. تمام. ركز دائما بنتعامل الانتقاص من هالمصطلح. الانتقاص. بننتقص من المراهقه، رغم ان المراهقه من اهم واهم المراحل واخطرها في تكوين شخصيه الانسان فيما بعد. تمام. ودي بتخلي عندنا هنا المشكله. هنا تبدا النسوان انه ايش، انه النسوان جماعه نسوه طبعا في مصر ما بحبوش كلمه نسوان. فيبداوا هنا انه لا، البنت الان حتفلت مني. هي مش عايزه تروح تجابها في بنتها. ليش؟ قلقه. هي تقلق.
انها توصل نفسها لحد، لان هي وبنتها بنفس الطول، انه لعد البنت ترد عليها. تمام. فايش انا هعمل؟ انا هوز اخوها، حدي لاخوها سلطه الحق بانه يتدخل في حياتها، يتدخل في قراراتها، يتدخل في لبسها، يتدخل والى اخره. زي القصه. طيب هنا الولد من يعطيه الحق؟ الام تعطيه الاب والام، السلطه هي بيد الاب والام، هما بيعطوه الحق انه يتدخل في حياه اخواته البنات، بالتالي يعطي نفسه الحق انه يتدخل بصديقات، ببنات الجيران، بالمدرسه. المشكله السبب الكبير هو هي انه الرجل عندنا في مجتمعاتنا بشكل عام، كان في اي دوله عربيه، يعتقد انه هو له حق في المراه. تمام. وهو غير مسؤول عن نفسه، ويريد ان يكون مسؤول عن المراه. فنحن بدل ما نعلم الشخص، الولد كان او البنت، بس الولد الرجل لازم يتعلم انه هو يكون اول شيء مسؤول عن نفسه. فهو مش هو مش هو في سلطه عليه، في سلطه قمعيه، في سلطه، هو ما عندوش مسؤوليه على نفسه، فهو بالتالي يفرغها فين؟ يفرغها في المراه هذه او البنت هذه. تمام. طيب يعني حيكون سؤال اخير قبل ما نختم الفقره يا استاذتي العزيزه، في رايك الشخصي ايه ممكن نتبع خطوات عشان نقلل من حاله العنف الموجوده؟ ايه ممكن تتبع الخطوات، الست تتبع خطوات ايه عشان تقلل من حاله العنف او تدفع العنف بعيدا عنها من قبل الرجل؟ هي صعبه دي. لانه الرجل لازم يتعقي، ترى هي اليوم يعني هو الحالات لو دائما بيستضعف في المرأة، الحالات المتواجده لازم تتخذ فيها قرار، وتتخذ فيها تمام، تتخذ فيها قرار صارم في الحالات المتواجده. لكن لما نتحدث الاشياء اللي لازم نتبعها، نحن لازم ناسس جيل، اصلا جيل يعرف ايش حقه وايش عليه. تمام. فهنا هو احنا مش معترفين اصلا بحقوقنا. تمام. طيب للاسف وقت الفقره انتهى بسرعه البرق. حبيبي معك استاذ نسيم الديني، الصحفيه والاعلاميه والمختصه بشؤون المراه في العالم العربي. مشاهدينا الكرام، اكيد بعد الفاصل فقره مهمه جدا اخرى، وحتكون فقره الابراج، مستني كل اتصالاتكم واستفساراتكم وتواريخ ميلادكم ان شاء الله على الارقام اللي حرزها على الشاشه في الفقره دي، وحنستقبل كل مكالماتكم عشان نرد على الاسئله. فاصل قصير ونرجع بعد كده، ابقوا معنا. ورجعنا تاني مشاهدينا الكرام، والحقيقة كان موضوع الفقرة الأولى موضوع شوية يعني صعب كده وفي عنف كتير، بس النهاردة إن شاء الله في الفقرة دي حنفتح مع الأبراج، وحنستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة معكم أسفل الشاشة إن شاء الله. بس كلمونا وسيبونا تاريخ ميلادكم، وإحنا هنرد على كل الأسئلة والاستفسارات. قبل ما أدخل في الاتصالات على طول، أحب أنوه على أنه احنا اتكلمنا في حلقة البرنامج عن موضوع العنف ضد المرأة. هقول اكتر الابراج اللي ممكن تكون عنيفة، الابراج الفلكية او مواليد الابراج الفلكية اللي ممكن يكونوا عنيفين ضد المرأة. وطبعا ده مش تحيز او يعني انه اخد جنب حد، انا عارف بعض الابراج او بعض المرات هيكرهوني شوية، بس لازم اقول الحق شوية. اكتر الابراج اللي ممكن تكون عنيفة في التعامل هي برج الثور الترابي، برج الأسد الناري، برج الحمل الناري، برج الميزان الهوائي، وكمان برج العقرب المائي. دول أكثر الأبراج اللي ممكن تكون فيه هناك فرصة أنه يكونوا أو يستخدموا العنف ضد النساء. في عندنا اتصال أعتقد، ولاء من البحيرة. صباح الخير يا ولاء، تفضلي. ايوه السلام عليكم. لو ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون لو سمحتي يا فندم، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عايزه استفسر عن برج جوزي 24/3. نعم. وبرج انا 18/5 وبرج ابني 20/11. عايز بس السنوات 24/3 اي سنه؟ 24/3/1977. تمام. 18/5/1987. تمام. 20/11/2005. تمام، حاضر يا فندم، حاضر، مرسي لاتصالك. طيب عندنا ولاء من البحيرة وعندها ثلاث تواريخ ميلاد النهاردة 24/3.
1977 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا حتكون رقم 6 ورقم 9. حيكون شخصية قيادية شوية، شخصية ميالة للفنون، شخصية مبدعة في العمل. بيشكي من وجع الرأس كتير ومن الصداع. ممكن تكون عنده إن شاء الله فرص كويسة جدا السنة دي، لكن في كانت بعض المشاكل الاجتماعية ومشاكل في البيت قبل فترة، لكن إن شاء الله حتزول المشاكل دي. تقريبا بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة هتبدأ عنده فترة متاعب شوية، هتستمر معاه لغاية يوم 21/3. يستحسن في الفترة دي عدم اتخاذ أي قرار عفوا يعني يكون مصيري، وأنه نستنى لبعد 21/3. عندي التاريخ الثاني اللي هو 18/5/1987 من مواليد برج التور الترابي الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ هنا هتكون 6 و9. الشخصية دي تكون شخصية عنيدة جدا في التعامل يا ولاء، وتكوني شخصية رومانسية برضو، لكن عندك إن شاء الله فرص كويسة جدا على الصعيد العملي والمادي إن شاء الله في الشهر الخامس من السنة دي وفي الشهر السابع. 20/11/2005 من مواليد برج العقرب، آخر يوم في برج العقرب المائي تقريبا، وياخر شوية من برج القوس الناري. شخصية حتكون حساسة جدا، مزاجية متقلبة كتير، وشخصية عندها قدرة عالية على التصميم وطموحة في الحياة. السنة دي إن شاء الله سنة كويسة على صعيد الدراسة والأمور الدراسية. معايا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. مين معايا؟ رحمة، تفضلي يا رحمة. ممكن أسأل استفسر عن رقم ميلاد جوزي؟ تفضلي. 1/12. تمام. 1/12/1979. تمام. في سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ تاريخ ميلادي أنا؟ نعم. 31/8. تمام. 31/8/1985. تمام. وعايزة أسأل عن البنت. تفضلي. 12/2/2009. 2009، تمام. مرسي لاتصالك، مرسي لاتصالك يا رحمة. طبعا بحب أنوه لمشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة صفحة البرنامج اللي هي برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وأكيد هنرد على كل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة مباشرة، هنعمل لايف هناك وهنرد على كل استفساراتكم بخصوص موضوع الأبراج. ما تنسوش لبرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. وأحب أنوه كمان وتنويه بسيط، يا ريت لو المتصل بس يسأل عن تاريخ واحد ويدي مجال للمتصلين التانيين إنه برضو يتصلوا ويسألوا عن تواريخهم، والتواريخ التانية هنرد عليها على صفحة البرنامج في الفيسبوك، فتابعونا صفحة البرنامج تاني حياتي مع طارق السعود. رحمة، 1/12/1979 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية. هنا أرقام الحظ حتكون 1 و3. حيكون شخصية قيادية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية. بيحب السفر، بيحب التعرف على ثقافات جديدة. في بعض المشاكل والتحديات الزوجية والعائلية في الفترة دي إن شاء الله يتخطاها على الشهر الثاني أو الثالث، الشهر الثالث أو الرابع من السنة دي. وكان تاريخ ميلاد حضرتك 31/8/1985 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا هيكون 4 و5. تكوني شخصية عندك مفاجآت كتيرة قوي في الحياة، شخصية انتقادية شوية، صعبة شوية مش سهلة، وشخصية طموحة وشغولة جدا، محبة للعمل والاجتهاد. التاريخ الثالث ده بقى هرد عليه في صفحة البرنامج اللي هي حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك اللي هو 12/2/2009. معايا اتصال. أم محمد من أسوان، تفضلي يا محمد. صباح الخير. السلام عليكم. أم محمد من أسوان، تفضلي يا محمد. صباح الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون يا فندم عشان أسمعك بوضوح. مرسي. ممكن أقول تاريخ ميلادي؟ تفضلي. 7/5/57 عن الصحة بس. 7/5/57. السؤال عن أي، عن أي سؤال؟ عن الصحة. وابني؟ عن الصحة. وابني 13/98. 13/98. شكرا يا محمد على اتصالك. معايا محمد كيف من أسوان. 7/5/1957 من مواليد برج التور الترابي الفترة الثانية. أرقام الحظ حتكون بالنسبة لحضرتك هي 6 و7. بالنسبة يعني
بصورة عامة عفوا شخصية تكوني ممتلكة للحدث، بتحسي بالأشياء قبل ما تحدث، بتحلمي فيها، بتجيلك فيجنز أو حاجات ممكن تتخيليها وتحصل بعدين. بالنسبة للأمور الصحية، نقطة ضعف برج التور هي منطقة الفقرات العنقية والغدة الدلقية وكل ما يتعلق بالعنق وكمان الكلية وأسفل الظهر. ممكن برضو تكون عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للصحة من 24 لغاية 25، لو في عملية أو تداخل جراحي في الفترة دي ممكن تكون كويسة، وكمان الفترة دي الحالية ممكن تكون كويسة أيضا. بالنسبة ل 13 1998 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و6، هتكون شخصية مزاجية متقلبة كتير، مترددة في اتخاذ القرارات شوية، وتكون شخصية دبلوماسية في التعامل مع الناس، وكمان شخصية محبة للسفر والتنقل والترحال، وعندهم فرص كويسة إن شاء الله في السنة دي في الشهر الثامن من السنة. اتصال آخر معايا، ريتان من الغرداء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت تاريخ ميلادي 8/4/92. تمام. وتاريخ ميلاد جوزي 3/4/86. 4/86. حابة تسألي عن التوافق ما بينكم ولا حابة عندك سؤال محدد؟ معلومات عامة. معلومات عامة، ماشي، مرسي لحضرتك. 8/4/92 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 8 و9. هتكون الشخصية دي شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتها، شخصية جدية في التعامل مع الناس، شخصية طموحة جدا، وشخصية شوية عندها نوع من الأنا أو الأنانية والتفكير في الذات. 3/8/86 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و1 و5. هتكون شخصية يعني قيادية برضو، شخصية طموحة جدا، كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وشخصية برضو محبة للسفر. ممكن تكون عندهم فرص كويسة السنة دي خصوصا في الشهر الثامن من السنة دي. معايا اتصال آخر. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ إيمان. عفوا؟ إيمان. إيمان، نعم، تفضلي يا إيمان. 14/3. تمام. 69 بسأل عن الارتباط. 14/3/69. حاضر يا إيمان، حاضر يا ست. عفوا إيمان، من مواليد 14/3/1969 من مواليد برج الحوت المائي الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و5 و7. إيمان، أنت شخصية حساسة جدا، رومانسية جدا، عاطفية جدا، مخلصة جدا للصحاب والأصدقاء وحتى في العلاقات الإنسانية. مشكلتك أنه أنت شوية عصبية، بتتعصبي شوية زيادة عن اللزوم، بتنفعلي وتطلع منك حاجات بتندمي عليها بعدين. وعندك مشكلة تانية برضو بسيطة ممكن نحلها، أنه مشكلة العند بتعنيد كتير، لكن ده ما يمنعش تكون عندك فرص كويسة للارتباط العاطفي إن شاء الله خصوصا في السنة دي، لكن مش الفترة دي. الفترة دي فيها شوية متاعب لغاية يوم 19/2 أو 20/2 اللي جاي، بعد كده هتكون الشمس عندك في برج الحوت، وهتكون فترة ذهبية ليكي على كافة المجالات، منها المجال العاطفي والمجال المالي والعمل. طيب، في استفسار عن تاريخ 1/8/99 من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا أو الأولى عفوا الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و1 مكرر، وعندنا 1/8/9/9/9/28/29/1/1/2. أرقام الحظ هنا هتكون 1 و1/2. شخصية دي شخصية قيادية جدا، شخصية متحمسة جدا، مندفعة في الحياة، كريمة جدا، وبعض الأحيان تكون مسرفة قوي من ناحية الأمور المادية، ما بتعرفش تحوش فلوس. الشخصية دي برضو تكون شخصية حساسة، عندها رقم 2 في تاريخ ميلادها، وده مرتبط بالقمر، وده بيكون المولود ده بيكون شخصية حساسة جدا، عاطفي جدا، مزاجي متقلب إلى حد كبير. عندي اتصال من سماح من الفيوم، تفضلي يا سماح. كيفكم؟ اهلا وسهلا، تفضلي يا عزيزتي. انا تاريخ ميلادي 17/12/1979. عفوا 17/12/79. تمام. في سؤال محدد ولا معلومات عامة عزيزتي؟
انا عايزه اعرف في تاخر في الانجاب. تمام، امور الصحيه ماشي. اه شكرا يا سماحه، مرسي لاتصالك يا ستي. سماحه من الفيوم، مواليد 17/12/1979، من مواليد برج القوس الناري، الفتره الثالثه والاخيره، ارقام الحظ 8 و3. بالنسبه للامور الصحيه والتاخر في الانجاب، وده من امر ربنا سبحانه وتعالى، لكن ممكن تكون في فرص كويسه ان شاء الله في السنه دي، خصوصا في الشهر الثالث من السنه دي، بعد شهر حوالي، وممكن تكون فرص كويسه في الشهر السابع والشهر التاسع من السنه دي. مبدئيا مواليد برج القوس بصوره عامه عندهم مشاكل صحيه، وخصوصا ما يتعلق بموضوع الانجاب والخصوبه، لكن ان شاء الله معظم تلك المشاكل ممكن حلها، وممكن يعني يكون فيها تداخل جراحي مثلا او عن طريق الهرمونات، لكن ان شاء الله تكون فرص كويسه في الشهر الثالث والخامس والثامن من السنه دي. معايا اتصال اخر، محمد بن الجيزه، اتفضل يا محمد. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عاوز اسال على تاريخ ميلاد اولادي بس. اتفضل. 5/6/2005. نعم. 12/2/2002. نعم. وتاريخ ميلادي انا 22/11/65، 1965. تمام، عندك سؤال محدد ولا معلومات عامه يا سيدي؟ لا معلومات عامه كده على الاولاد كده، حاضر. مشاكل مع بعضهم. حاضر حاضر حاضر، مرسي لاتصالك يا محمد. 5/6 مواليد برج الجوزاء الهوائي، الفتره الثانيه، ارقام الحظ هنا 5 مكرر. وعندك برضو تكون شخصية دي شخصية شوية اجتماعية متحركة كتير، بتتحرك كتير، شخصية برضو ذكية جدا، محللة للأمور، وبتحب الكلام الكتير. المهن اللي ممكن تناسب الشخصية دي هي مهن الصحافة والإعلام والكتابة والتأليف. 12/2/2002 مواليد برج الدلو الهوائي، الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و4 و8. وتكون شخصية شوية غريبة الأطوار، عندها بعض المفاجآت في حياتها، بتفاجئنا حاجات احنا مش متوقعينها. بتكون شخصيه برضو عندها حس انساني كبير، بيحب الانسانيه، وممكن برضو تكون الحاجات اللي هي متعلقه بالالكترونيات والهندسه الكهربائيه حاجات مناسبه جدا يعني كمهنه للشخصيه دي. 22/11/1965 من مواليد برج العقرب المائي، او عفوا القوس الناري، الفتره الاولى، ارقام الحظ هنا هتكون عندك 4 و3. انت من الشخصيات الحساسه جدا، مزاجيه جدا، وشخصيه مندفعه في الحياه، محب للسفر، محب للثقافات، بس عندك برضو نوع من الكتمان. ممكن تكون عندك فرص كويسه برضو ان شاء الله على صعيد العمل وعلى صعيد الامور الماديه في الشهر الخامس من السنه دي وفي الشهر الثامن باذن الله تعالى. معايا اتصال اخر، ندى من انا. صباح الخير يا ندى، اتفضلي. اتفضلي انت على الهواء، اتفضلي. مع الاسف شكرا، انفصل رمضان من البحر الاحمر. اتفضل يا رمضان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل عزيزي. لو ممكن توطي صوت التلفزيون شويه عشان اسمعك من التليفون حبيبي. ميرسي. من الجزائر، البحر الاحمر، مواليد 1/11/50. شوف لي حكايه العقرب ايه دي بالظبط، ويا ريت بس يعني كده تهتم شويه كمان بموضوعات الشعر والادب زي ما انتم مهتمين بتفسير الاحلام. شكرا. حاضر، ميرسي لحضرتك، ميرسي لاتصالك. طيب 1/11/1950 من مواليد برج العقرب المائي، الفتره الثانيه، أرقام الحظ هنا هتكون 1 و5 و9. وتكون شخصية محبة للأضواء، محبة للشهرة، شخصية برضو في نفس الوقت كتومة جدا، محبة للأسرار. أيضا تكون شخصية عندها قدرة عالية على التصميم. العقرب في السنوات الماضية ال4 5 سنوات كان عنده حالة من يعني خط بياني، حياته كانت خط بياني، بيطلع وبينزل، مش ما فيش فيه استقرار ثابت. ان شاء الله 2020 هتحمل الاستقرار ده لمواليد برج العقرب بصوره عامه ولحضرتك برضو، وتكون ان شاء الله عندك فرص كويسه في الشهر الخامس من السنه دي وفي الشهر السابع برضو من السنه دي. في عندي استفسار عن 9/9/86، 9/9/86 من مواليد برج العذراء الترابي، الفترة الثانية، بس ده مولود العذراء هيختلف شوية عن بقية مواليد العذراء. ليه بقى؟ عنده رقم 9 بتاريخ ميلاده، رقم 9 ده مرتبط بالمريخ وبيخليه شخصية شوية مندفعة وعصبية
اكثر من بقيه مولود برج العذراء اللي يتسموا بالخجل شويه وعدم الاندفاع. برضو الشخصية دي انتقادية جدا، بتنتقد الأشياء، بتنتبه على العيوب. شخصية لما بتشتغل بتشتغل بدقة جدا وبتدقق في كل حاجة. السنة دي عندهم فرص كويسة جدا، كانت نهاية 2019 يعني كانت نهاية حلوة لغالبية مولد برج العذراء الترابي، لكن إن شاء الله 2020 هتكون سنة فيها إنجازات كتير على صعيد العقارات، على صعيد بيع وشراء الممتلكات، العربيات، على صعيد العمل، الأمور المادية إن شاء الله يعني هتكون فرص كتير، خصوصا في الشهر الثالث والخامس والسابع والتاسع من السنة دي إن شاء الله. معايا يمكن اتصال. أم ملك، صباح الخير يا أم ملك، تفضلي. ايوه الله يخليك. انا عايزه استفسر عن ابراج اولادي 2/3/2009 و12/2/2016، وانا لو سمحت كنت مكلمك من شويه، عايزه اعرف من ناحيه الصحه 18/5/1987 من ناحيه الصحه 87. حاضر يا ام ملك، حاضر حاضر. 2/3/2009 من مواليد برج الحوت المائي، الفتره الثانيه ارقام الحظ هنا هتكون 2 وثلاثة وسبعة. الشخصية دي شخصية حساسة جدا، عاطفية جدا، شخصية عنيدة جدا. 12/2/2002 من مواليد برج الدلو الهوائي، الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا تكون 3 و4 و8، وتكون شخصية شوية غريبة الأطوار، عندها مفاجآت كثيرة في الحياة، شخصية يعني واضحة وكمان شخصية غامضة في نفس الوقت، وشخصية برضو مبتكرة وعبقرية وذكية جدا. 18/5/1987 كان السؤال عن الصحة. مواليد برج الثور الترابي الفترة الثالثة، وأنا أعتقد نوهت وقلت أن برج الثور عنده نقطة ضعفه منطقة الفقرات العنقية والغدة الدرقية وكل الحاجات المتعلقة بالمنطقة دي من الجسم. ممكن تكون فرص مناسبة ليكي بالنسبة للصحة إن شاء الله في الشهر الرابع من السنة دي وكمان في الشهر الخامس. معايا يمكن اتصال آخر. هاني من البحيرة، صباح الخير يا هاني. صباح النور يا باشا. اتفضل حبيبي. انا مواليد 1/6/93، مواليد 1/6/93، وانا عايز نشوف البرج بتاعي. حاضر من عينيا الاثنين، ميرسي يا هاني. هاني من البحيرة من مواليد 1/6/1993، من مواليد حضرتك مواليد برج الجوزاء الهوائي، الفترة الثانية أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1 و4 و5، تكون شخصية قيادية محبة للأضواء، شخصية اجتماعية جدا، عندك التليفون والعربية حاجات مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، بتحب الكلام الكتير، بتحب تتكلم وتتناقش في مواضيع كتير، وشخصية برضو مزاجية ومتقلبة إلى حد كبير، بتحب التغيير وبتكره الروتين. عندك إن شاء الله فرص كويسة جدا السنة دي إن شاء الله في الشهر الخامس من السنة دي، وفي الشهر السادس، وبرضو في الشهر الثامن من السنة دي. طيب عندي استفسار عن 26/4/96 من مواليد برج الثور الترابي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 8 و6. الشخصية دي شخصية متحملة المسؤولية في وقت مبكر من حياتها، الشخصية دي ما بتحصلش على أشياء بسهولة إلا بعد جهد مضاعف. الشخصية دي الحظ ما بيخدمهاش كتير في الحياة بقدر ما بيخدمها جهدها الشخصي وسعيها. كمان الشخصية دي فنانة بالطبيعة، يعني عندهم حس فني، بيحبوا المزيكا، بيحبوا الرسم، بيحبوا الطبخ، بيحبوا الحاجات اللي متعلقة بالأمور اليدوية، الأعمال اليدوية، التصوير، الفوتوغراف. عندهم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة لمولد برج الثور، و26 أربعة عندهم فرص كويسة بالنسبة للدراسات العليا، بالنسبة للأمور العاطفية، بالنسبة لتحسين المستوى والدخل الاجتماعي أو المستوى الاجتماعي، فرص كويسة إن شاء الله في نهاية شهر 4 وبداية شهر 5 وكمان في نهاية شهر 6 وبداية شهر 7 من السنة دي. في استفسار تاني، 25/10/1970 من مواليد برج العقرب المائي الفترة الأولى، وأرقام الحظ هنا هتكون 7 و9. الشخصية دي ممتلكة للحدث بشكل خطير جدا، يعني بتحلم بالأشياء قبل ما تحدث أو بتحس فيها، مستشعرة للخطر، بتحس وعندها فراسة في أنه تقرأ
يعني وجوه الناس. الشخصية دي برضو شخصية عندها حس انتقامي، يعني ما بتسيبش حقها يروح منها. كمان الشخصية دي شخصية عندها قدرة عالية على التصميم، وشخصية منظمة جدا، لو تحب تكون منظمة تكون منظمة جدا ودقيقة جدا. عندهم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل والدراسات والأمور الصحية بصورة عامة، إن شاء الله في الشهر الخامس وكمان في الشهر السابع من السنة دي. في عندي اتصال من إنجي. صباح الخير يا إنجي من المنيا، تفضلي. يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون لو سمحتي. مرسل. ايوه تفضلي. عايز اسال على البرج بتاعي. تفضلي. 20/8/2002. عندك سؤال محدد ولا معلومات عامه؟ برج العذراء، واختي انا اللي هي 2/9/2003. 2/9/2003. معلومات عامة ولا سؤال محدد؟ لا. معلومات عامة ولا سؤال محدد؟ لا معلومات عامة. ماشي، شكرا يا انجي. انجي مواليد 20/8/2002، من مواليد برج الاسد الناري. يا انجي الفترة الثالثة والأخيرة، وأرقام الحظ عندك هتكون 1 و2. أنت مولد برج الأسد وليس برج العذراء، لأنه آخر أيام برج الأسد الناري. أرقام الحظ 2 و1، وتكون شخصية حساسة وشخصية قيادية وشخصية شوية عنيفة ويعني مندفعة أكثر من اللازم في التصرفات. بتندمي على بعض الحاجات لما بتقوليها بعد فترة. عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل والدراسة، إن شاء الله بتكون في الشهر السادس والسابع من السنة دي. 2/9/2003 من مواليد برج العذراء الترابي الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا هتكون 2 و5. الشخصية دي شخصية ذكية جدا، محللة للأمور، وتكون شخصية انتقادية برضو، شخصية بتحب الشغل والعمل الكتير، شخصية بتركز في التفاصيل، بتحب التفاصيل في حياته، بتدقق في كل حاجة، في كل كبيرة وصغيرة. عندها فرص كويسة إن شاء الله السنة دي، في الشهر الرابع من السنة دي، وكمان في الشهر الخامس وفي الشهر التاسع. معايا اتصال اخر. هبه، تفضلي يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي عزيزتي. لو سمحت كنت عايز اعرف البرج بتاعي 15/6/81. تمام. وجوزي 2/3/81. تمام. وبنتي 29/3/2012. تمام. سؤال محدد ولا معلومات عامه؟ معلومات عامه، وعايز اعرف عن الخلفه وجوزي هيشتغل ولا لا. نعم، العمل والصحة. مرسي لحضرتك يا هبة، مرسي لحضرتك. 15/6 بالنسبة لجوز حضرتك 1981، أو أنت مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة. أرقام الحظ هنا هتكون 5 و6، وتكوني شخصية حساسة وشخصية محبة للأمور الفنية. بالنسبة للصحة ممكن تكون عندك فرص كويسة وإيجابية إن شاء الله في شهر 5 من السنة دي وفي شهر 4. 2/3/81 من مواليد برج الحوت المائي الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا هتكون 2/3/7، وتكون شخصية حساسة جدا ومزاجية جدا، انطوائية إلى حد ما وعنيدة في التعامل مع الناس. ممكن تكون عندها فرص كويسة بالنسبة للعمل إن شاء الله في الشهر الثالث من السنة دي وفي الشهر السادس. 29/3/2012 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى. أرقام الحظ 2 و9، ويكون شخصية جريئة جدا، ويعني ويكون شخصية برضو حساسة في نفس الوقت، وعندهم فرص كويسة بعد حوالي شهرين من النهاردة. في عندنا اتصال آخر. رمضان. رمضان تفضل عزيزي. ألو رمضان، صباح الخير. لو ممكن توطي صوت التلفزيون، تسمع من خلال التليفون لو سمحت. تفضل. الظاهر رمضان الظاهر فاتح التليفون وفاتح التلفزيون وعايز يسمع الصوت من التلفزيون. عموما طبعا في زي ما قلت، من اكثر الابراج اللي هي بتكون معرضه او بتكون عنيفه في التعامل هي برج الثور الترابي، عين برج الميزان الهوائي، برج الاسد الناري، وبرج العقرب المائي. طبعا دي يعني نسبه مقاربه، يعني مش نسبه مطلقه. عندي اتصال. رانيا من المنيا، تفضلي يا رانيا. ايوه
من المانيا. تفضلي يا عزيزتي، اهلا وسهلا، تفضلي. صباح الخير. صباح النور. عايزه صباح النور عليك. تفضلي. عايزه اسال على البرج، مواليد 13/10/2004. شكرا جزيلا لك، ميرسي. 13/10/2004 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة، وهنا أرقام الحظ حتكون 4 و6. يا رانيا، أنت شخصية عندك مفاجآت كثيرة أوي في الحياة، عندك انتقالات كثيرة أوي في الحياة، كمان أنت شخصية اجتماعية جدا، شخصية دبلوماسية جدا في التعامل مع الناس، وشخصية برضو حساسة في نفس الوقت، لكن أيضا شخصية مترددة ومتقلبة وعنيدة كمان في نفس الوقت. عندك تكون فرص كويسة إن شاء الله، إن شاء الله السنة دي بعد حوالي 4 أو 5 سنين من المعاناة على 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 صعيد الكثير من المواضيع، هتكون عندك فرص كويسة في الشهر الرابع وفي الشهر السادس من السنة دي. مع الأسف مشاهدينا الكرام، وقت البرنامج وقت الفقرة خلص. إن شاء الله مستني كل اتصالاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم كمان على صفحة البرنامج اللي هي حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. تروحوا دلوقتي حالا وتعملوا لايك على الصفحة وتسيبوا لنا كل اللي هي تواريخ ميلادكم، واحنا هنرد عليها ان شاء الله واحد واحد. شكرا لحسن المتابعه، التقيكم ان شاء الله في الاسبوع القادم، حلقه مميزه جدا بمناسبه عيد الحب، وهتكون معنا ضيفه مميزه جدا هنتكلم فيها عن الحب ايام زمان والحب دلوقتي. مع السلامه.